بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله غادي نصوب باريزيان او باغيت. لهاد الباريزيان غادي نحتاجو نص كيلو ديال الدقيق الابيض، وغادي نحتاجو معلقه ديال السكر سنيده، معلقه ديال الخميره ديال الحلوه ديال الخبز، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال الزيت، ربع كاس ديال الزيت العادي، وماء دافي باش غادي نجمعوا هذا الخليط. غنبداو على بركه الله، غادي نديرو ديك معلقه ديال السكر سنيده، وغادي نضيف الخميره، نقلل من الملح، غادي نضيف ربع لتر ديال ربع كاس ديال الزيت، عفوا ربع كاس ديال الزيت، غادي نبداو بالخلط. دابا غادي نضيفو الماء دافي وغنبداو نعجنو. كتبغي العجينه مزيان، الا كنا غنعجنوها في العجانه نخليوها تعجن مزيان، لكن غادي نديرو بيدينا نعجنوها مزيان، دلكوها مزيان. بعد ما تعجنت مزيان كيف ما كتلاحظوا، دابا رد الكاس مزيان، غادي نخليها ترتاح واحد نص ساعه، غادي حد ان شاء الله غادي نشكلها. غادي نجيب شي بلاستيك وغادي نغطيها، نغطيها مزيان وندير عليها شي منديل ونخليها حتى تخمر واحد نص ساعة نشكلو ان شاء الله. بعد ما خليتها ارتاحت نص ساعة، دابا غادي نشد العجين ديالي. العجين ديالو غادي نديرو على نفس القيد القد، يبغاهم كبار ديرهم كبار، يبغاهم يديرهم صغار. انا درتهم بهذا القد، قسمتهم على أربعة كيف ما كتلاحظوا. غادي نجيب شويه ديال الدقيق، غادي نرشو ونجيب مدلك، غادي نطلق العجين. راني طلقت العجينه، دابا غادي نبدا نلوي. جر عندي ولوي، هاهي بعد ما لويتها غادي نحاول نضرب لها الجناب بهاد الطريقة. صافي، وغادي نحطها نعاود قدامكم تانية، نضيف شويه ديال الدقيق، دابا غادي نبدا نلوي نفس الطريقة. غنديرها
كنقاد لها الجناب ديالها، نحاول نشدهم صافي. انا غادي نستعمل هاد البلاطه هادي، اللي ما عندوش يدير غير العاديه، يكتفي غير بديك العاديه. اللي ما عندوش هادي يدير غير هذيك العاديه، واللي كانت هادي من الاحسن. غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، صافي ندهنتها. غادي نحط فيها هذوك باريزيان. انا دابا غادي نحط فيها هاد هو الباريزيان ديالنا او الباغيت. غادي نخليه حتى يخمر، من بعد غادي نوريكم الطريقه باش غادي ندخلوه يطيب في الفرن. دابا بعد ما خمر غادي نجيب شي اله هاد الحاده ولا شي موس يكون ماضي مزيان. انا كنستعمل هادي، كنخليها غير الخبز. دابا غادي نشرح بحال هكا هاد الباريزيان ديالنا. صافي بعد ما شرحتو غادي نجيب شي بخاخ، غادي نجيب شي بخاخ ديال كيترش الماء. انا غندير له الماء غير الماء عادي، غنرشو بهذه الطريقه، نرشها مزيان. انا استعملت غير هادي، كانت عندي درت فيها الماء، كنخليها الباريزيان او الباغيت. صافي انا الفرن عندي ديجا سخون، غادي ندخل ليه هاد الباغيت. ضروري ما ندير شي طاول لتحت يكون فيها الماء، باش هاديك البخار يخلي لي داك الخبز يجي مقرمش. انا كيف ما كتلاحظوا انا خشيتو في الفرن الخبز ديالي، ولتحت راه درت لاطه فيها الماء، ما عرفتش واش بانت لكم ولا لا. راه درت لاطه فيها لتحت الماء باش هذاك البخار يطلع الفوق. صافي ودابا غادي نسد عليه الفرن، نتسنى عليه حتى يطيب، غادي يكون عندنا واجد. مره نرشو بالماء بهذيك الرشاشه ديال اللي درت فيها الماء، مره نرشو باش يجينا من الفوق بحال باريزيان ديال اللي كيتباع بحال باريزيان اللي كيتباع في باتيسري. نتمنى يبان لكم الفورم ديالي. انا دايره ليه الفرفاره خدامه، وغادي نبقى نرش الماء، نرش مزيان الماء، مره نبقى نرشو باش هاد الباريزيان ديالي كامل. وراه الماء كيبان لكم طالع الغليه ديالو من تحت. انا غادي نبقى مره نجي نرشو بالماء حتى يطيب. ها هو الباريزيان ديالي بعد ما خرجته من الفرن كيف ما كتلاحظوا. نتمنى يعجبكم، ولا عجبكم بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم وديروا جيم. وراه كيجي بحال اللي كيتباع في الزنقه. وشكرا.